اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج ابن سبوت لايت. بدا العهد التنازلي لوداعي عام 2020، وهو العام الذي بلا شك ترك بصمه كبيره في نفوس الكثيرين، بدءا من جائحه كورونا وما صاحبها من اغلاقات وانهيارات تجاريه واقتصاديه طالت الافراد وكبار التجار والمؤسسات والشركات. ولم يتوقف الضرر على ما سبق ذكره، فهذا العام كان قاسيا على الاقتصاديات الكبيره منها والصغيره، قاطعا الود بين بريطانيا وشقيقاتها الاوروبيات في البريكسيت، وحارما ترامب من فتره رئاسيه ثانيه من بوابه التصويت عبر البريد، لكنه بالتاكيد اعلن عن ولاده سياسيه امريكيه جديده طابعها قديم اتجاه العالم بمجيء بايدن. دعونا مشاهدينا نرحب بضيوفي حول هذا الموضوع. ينضم إلينا ناصر زهيبة من باريس، الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بمركز جنيف للدراسات، أهلا ومرحبا بك. وينضم إلينا أيضا فهد القواسمي من عمان، مستشار في الاستثمارات والاقتصاد الرقمي، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. بداية نبدأ الحديث معك أستاذ ناصر عن المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. يظهر أنها وصلت إلى طريق شبه مسدود، من يعني وأن الأسواق يظهر أنها اقتنعت أو تقبلت الخروج بدون اتفاق، ولاحظنا ارتفاعات كانت للباوند في ليلة أمس. أود أن أسمع رأيك بهذا الملف الشائك والأكثر تعقيدا، يظهر أن الصورة بالفعل قاتمة حول مستقبل العلاقات التجارية والسياسية بين أوروبا والمملكة المتحدة. بالفعل يعني لا يبقى سوى أياما معدودة وتنتهي يعني هذا الطلاق أو خروج بريطانيا بالفعل المرحلة الانتقالية بالواحد والثلاثين من ديسمبر الجاري. ما رأيك هل ممكن أن تخرج بريطانيا من دون اتفاق؟ نعم، تحياتي لك والمشاهدين وللضيف الكريم. يعني موضوع البريكزيت موضوع شائك جدا. نحن وصلنا في المفاوضات التجارية إلى منطقة متقدمة جدا، وتم إنجاز حوالي 80 إلى 85% من البنود الرئيسية. وصلنا إلى نقطة الخلاف حول ثلاثة بنود بما يتعلق بحقوق الصيد، السوق المفتوحة، والاحتكام إلى القوانين في الخلافات المستقبلية. النقطة المهمة الآن بأن القادة الأوروبيين، وهذا ما لاحظناه في القمة الأوروبية في بروكسل في الأخيرة قبل يومين، بأنهم بدأوا يفهمون بأن جونسون يريد اتباع سياسة حافة الهاوية كما فعل معهم في الاتفاق الأول قبل 10 أشهر، عندما وصلنا أيضا إلى نقطة اللا اتفاق، ومن ثم في الأيام الأخيرة وصلنا إلى الاتفاق. الآن لا أعتقد بأن الأسواق تكيفت نوعا ما مع آلية الخروج بدون اتفاق، لأن الخروج بدون اتفاق سيعني هزة اقتصادية بالنسبة لأوروبا وبالنسبة لبريطانيا. يمكن أن نقول بأن الأوروبيين تجهزوا نوعا ما لهذا السيناريو الأسوأ، ولكن بريطانيا لم تتجهز وليست جاهزة بالأحرى. إنه على سبيل المثال هناك 40% من الواردات الغذائية لبريطانيا تأتي من الاتحاد الأوروبي، هناك كثير من الروابط المالية والاقتصادية، وبالتالي بريطانيا ليس لديها القدرة الكبيرة. ربما تكون مغامرة من جونسون بأن يخرج بدون اتفاق، ولكن ما نراه إلى حد هذه اللحظة بأنه هناك إمكانية لهذا الاتفاق، لأن قادة الأوروبيين وجونسون حددوا يوم الأحد كمهلة نهائية، إما الوصول إلى اتفاق وإما الخروج بدون اتفاق. يوم الأحد تم تنبيه هذه الاتفاقيات، ولاحظنا اليوم هناك يعني تصريحات من صناع السياسة النقدية من رئيس المفوضية الأوروبية، هناك آمال بأن يكون هناك توصل إلى اتفاق. يعني فهناك يعني هناك يظهر أنه ترنح بين التفاؤل بالاتفاق وبالجهة الأخرى هناك تفاؤل بعدم الاتفاق. بالتأكيد يعني دعني نكون واقعيين بأن لا الأوروبيين ولا بريطانيا
أو جونسون وحكومته يريدون الخروج بدون هذا الاتفاق المهم، ولكن نوعا ما هي سياسة اللعب على حافة الهوية. الأوروبيين يقولون بأنهم قدموا آخر مليمترات من التنازلات التي يمكن تقديمها. أيضا نقطة مهمة، وهذه بالنسبة لجونسون، هناك ثلاث عوامل مهمة تضغط عليه. العامل الأول هو وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، وجو بايدن هو ليس من مشجعي البريكزيت هذا أولا. ثانيا دعا جونسون صراحة إلى أن يقوم بالخروج باتفاق مع الأوروبيين في المكالمة الهاتفية بينهم. النقطة الثانية بأن جونسون واثق بأن بايدن لن يمنحه الاتفاق التجاري العظيم الذي وعده به ترامب. أيضا النقطة الثانية بأن هناك عامل اسكتلندا وإيرلندا الشمالية، لأن يعني هذين القسمين من بريطانيا بالتأكيد سيخرجون بعد سنوات إذا ما خرجنا بدون اتفاق، وكان هناك تأثيرات سلبية كبيرة جدا على بريطانيا. النقطة الثالثة أيضا هي الضغط السياسي الداخلي. المواطن البريطاني إلى حد هذه اللحظة لا يدرك جيدا، أو لم تكن الحكومة والمسؤولين صريحين معه بتأثيرات البريكزيت. بعد أن يقع هذا الطلاق، وخاصة إذا ما وقع بدون اتفاق، سنرى ارتفاع بالأسعار، تأثر للوظائف، تأثر بالقوة الشرائية، هنا ستكون مشكلة. أستاذ ناصر، دعني أنتقل إلى وجهة نظر السيد فهد القواسي بموضوع البريكزيت. برأيك، يعني كما ذكرنا هناك لم يتبقى سوى 17 يوم تفصلنا عن المرحلة الانتقالية، يعني هناك عطل وعياد رسمية لم يتبقى إلى سوى القليل، هل بالفعل يعني تؤيد وجهة نظر السيد ناصر بأن هناك أن يحصل اتفاق في نهاية الأمر، في نهاية المطاف، أن تستبعد هذا الأمر؟ شوفي، أنا أتفق أنه بسياسة حافة الهاوية لأنه عملوها قبل هيك، بس مهم جدا نعرف إحنا أصل الاتحاد الأوروبي. بريطانيا يوم ما دخلت الاتحاد الأوروبي دخلت بشكل مشوه، يعني ما اتفقوا على توحيد العملة، فبالتالي الاتحاد الأوروبي في له اقتصاديا وماليا محورين. المحور الأول السياسات النقدية والسياسات المالية. السياسات النقدية اتفقوا عليها منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي أنه تكون عملة موحدة وبنك مركزي موحد، والخطوة القادمة اللي بدأوا فيها من كم من سنة اللي هي توحيد السياسات المالية الفيسكال بوليسيز اللي تكون كمان موحدة، ما عملوها من البداية لأنه كان فيها إلها يعني تمس سيادة الدول وما كانوا جاهزين لها في ذلك الوقت. بريطانيا لا راحت على الأولانية، والأكيد ما هي جاهزة تطلع على المرحلة الثانية اللي بدأ الاتحاد الأوروبي في التحدث فيها ووضع محاورها. فبريطانيا إنها تظل مع الاتحاد الأوروبي ما لها أي معنى منذ البداية، إنها تظل فقط جزء من كيان الأوروبي بدون توحيد العملة أصلا كان خطأ فادح وبضر بريطانيا أكثر ما بخدمها. فالخروج صار حتمي لأنهم ما حيقبلوا الفيز الثاني اللي هو توحيد السياسات المالية الفيسكال بوليسيز، هذه مستحيلة لبريطانيا يقبلوها. بوريس إز ناشوناليست، هذا اللي خلاه في تقارب كبير مع ترامب، وبالتالي لأنه ترامب نفسه ناشوناليست، ما هم جلوباليست الاثنين، كل واحد إز ناشوناليست، وهذه كانت وجهات تقارب في النظر بين أمريكا في عهد ترامب وبوريس حاليا. ولكن هل حيطلعوا بدون اتفاقية؟ بدنا نشوف لوين حتروح بريطانيا، حتكون قاعدة في أي بوتقة قانونية. طبعا حيضطروا يرجعوا إلى WTO لمنظمة التجارة، على قوانين منظمة التجارة العالمية، هذه هي الفول باك تبعهم. فبالتالي اليوم اللي بده يحاولوا يتفقوا عليه حترجع الاتحاد الأوروبي يحط تعرفة على بنود كثيرة من التجارة البينية بينهم. لو طلينا على إيش التجارة اللي بينهم، بريطانيا ما عندها أدفانتج لأنه التريد بالانس تبعهم فيه ديفيسيت 79 مليار باوند بينهم بين مع الاتحاد الأوروبي. بيصدروا يعني أكثر بندين بريطانيا بتصدرهم الاتحاد الأوروبي هو البتروليوم ومنتجاته 20 مليار، والسيارات 17 مليار، بس بالمقابل بيستوردوا من بريطانيا السيارات ب 48 مليار. فإذا دخلنا، إذا طلعوا بدون اتفاقية حنرجع على WTO، هدول حيحطوا تعرفة، وهنا حيضطروا يحطوا تعرفة، وحندخل في معركة أخرى تجارية، حرب تجارية شوي حتكون دموية، حتأثر على الطرفين. بريطانيا تستطيع أن تقبل يعني ضمن اتفاقية البقاء ضمن قوانين الاتحاد الأوروبي، هل تستطيع ذلك؟ أم من الصعب يعني لو تغيرت القوانين، لا تستطيع يعني، هل ترى أنه فعلا من الصعوبة أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأن تلتزم بالقوانين الأوروبية؟ لو حصل أي تغيير كيف تلتزم؟
حتلتزم ضمن قوانين منظمة التجارة العالمية، they will fall back على قانون آخر كان موجود، قوانين منظمة التجارة كأنها دولة خارجية زي الاتحاد الأوروبي بتعامل مع دول في إفريقيا وأمريكا وغيرها ضمن منظمة التجارة العالمية. نعم بالضبط. فبوريس مش الآن من الفول باك، أوكي، هي القلق في المرحلة الانتقالية كيف نرجع نعدل التداخل اللي صار في الاقتصاد وفي التجارة، منها موضوع الفيشنج مثلا، فرنسا تصطاد في النطاق البريطاني، خلينا نقول البحر البريطاني، أوكي، ضمن الشواطئ البريطانية، فأشياء كثيرة حتتأثر. المرحلة الانتقالية هي اللي شوي دمها تقيل، خلينا نقول بوريس مش قلقان عليها كثير، واضح أنه مش قلقان كثير، فحتى لو طلع بدون اتفاقية هو الفول باك وهيعدي في مرحلة، بس هذا حيكون له أثر سلبي طبعا، مرحلة سبيشالي في وضع إحنا ديفليشنري ستيج، في لها أثر اقتصادي سلبي على الطرفين. إلى ضيفي أستاذ ناصر، يعني جونسون يقول أنه على استعداد للخروج بشروط منظمة التجارة العالمية، وتحدث أستاذ فهد عن هذا الموضوع، بالفعل عندما تخرج بريطانيا من دون اتفاق فهو أمامها بأن تخرج بشروط منظمة التجارة العالمية، فهل نستطيع أن نقرأ بين السطور أن جونسون لا يهتم بهذا الأمر، يعني الخروج من دون اتفاق يعني ذلك؟ لا أعتقد ذلك، يعني جونسون نوعا ما يحاول أن يظهر بأنه غير معني بالخروج باتفاق أو بدون اتفاق، ولكن دعنا نقرأ الخارطة الاقتصادية لبريطانيا، هل هي مستعدة لهذا الخروج بدون اتفاق؟ هل حصنت نفسها باتفاقات تجارية مثلا مع الكيانات الاقتصادية الكبرى، الولايات المتحدة، الصين، الهند، الاقتصادات الكبرى حول العالم؟ هناك بعض الاتفاقيات الهزيلة التي تم عقدها، ولكن إلى الحد الأكبر لا أعتقد بأن الاقتصاد البريطاني قادر على التكيف مع خروج بدون اتفاق، خاصة أن طوال الأشهر الماضية كان الجو إيجابي نوعا ما بأننا ذاهبين نحو اتفاق، التعثر حدث في الأسابيع الأخيرة من هذا العام. النقطة الثانية بأن جونسون أو دعينا نقول المحافظين لم يكونوا صريحين ولم يكونوا معنيين بتوضيح مخاطر البريكزيت للمواطنين البريطانيين، يعني في التصويت الأول كان الوضع يتعلق بآليات ما بين السيادة البريطانية وما بين الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن بريطانيا كان لها قرارها السياسي والاقتصادي دائما منفصل عن الاتحاد الأوروبي، ولكن بالمجمل لا أعتقد بأنه قد يتحمل وقد يكون قادر على الخروج بدون اتفاق وتحمل الضرر، ولكن هذا سيؤخر النمو الاقتصادي البريطاني وسيؤخر الاقتصاد البريطاني أو التعافي للاقتصاد البريطاني. كانت توقعات حوالي 10 سنوات بعد البريكزيت حتى تستطيع بريطانيا أن تتقدم باقتصادها، الآن ربما تكون التوقعات أكبر. النقطة الأهم الآن بأن الجانبين أوروبا وبريطانيا يعيشون تحت تأثير ضربات فيروس كورونا وضربات كورونا على الاقتصاد البريطاني والاقتصاد الأوروبي، أيضا الجانبين لن يرغبوا بخوض هذه المعركة، قد نكون أمام سيناريو آخر وهو الخروج باتفاق تجاري يشبه اتفاق تجاري الأوروبي مع كندا أو الأوروبي مع أستراليا كما طرح جونسون، قد يكون معدل نوعا ما، أو أن ندخل في تمديد آخر، كلا الخيارين مطروحين لها. نعم، طيب أستاذ فهد، يعني تحدثنا عن شكل الاتفاقيات التجارية، أود أن نسمع وجهة نظرك مع الاتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد تسلم جو بايدن، كيف ستكون شكل العلاقة التجارية بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لو حصل بريكسيت بدون اتفاق؟ اليوم مثل ما تفضل ضيفك وزميلي، بايدن يمثل المدرسة القديمة اللي هو عهد أوباما، فعهد أوباما ودي كلينتونز رجع مرة تانية في التأثير على السياسة الخارجية، وهذا بدأنا حتى نشوفه من الآن في التعيينات أو التلميح لبعض التعيينات في المناصب القيادية، فالسياسة الخارجية في عهد أوباما حترجع مرة تانية. يعني إيش؟ يعني اليوم بايدن مش مع موضوع خروج بريطانيا رقم واحد، وبالتالي ما رح يعطي الغطاء ولا السبورت ولا الاتفاقيات اللي كان ترامب وعد فيها جونسون إنها تصير بينهم، فعلى جونسون الآن تعديل المسار أو نوع بده يطلع بنوع من التوازن الاقتصادي، بده يفتح مجالات مع دول أخرى. ما في خلاف على موضوع إنه في
أثر اقتصادي سلبي على الطرفين، الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سواء. يعني أنا ممكن أتكلم على حاجات كثيرة فيما يخص حتى العمالة الامبلويمنت، لأنه صار في تداخل عالي جدا، الفيز السياحة، الامباكت على المنتجات والخدمات الاثنين اقتصاديا على الطرفين. مين أكثر؟ هذه يعني في لها حسبة، يعني بريطانيا حتتأثر شوي أكثر من الاتحاد الأوروبي، ولكن كمان الاتحاد الأوروبي سيتأثر. ما حدا حيسمح أنه حدا ينهار أو هذا، ولكن التوازن مطلوب. بايدن حيضغط أنه يصير في نوع من التوازن، أو حتى تمديد أو إلغاء فكرة البريكزيت، بس إلغائها بيتطلب أنه يصير في كمان استفتاء آخر، وهذا شوي مرفوض في المجتمع البريطاني، لأنه صار في رفراندم وصار في استفتاء وأدوا بدلوهم، يعني قالوا الخروج، يعني كلهم تصويت النسبة الأعلى كانت للخروج من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي بدهم يتحملوا كل الكونسيكونسز. ولكن ما كان في يعني بعد نظر من البداية على إيش الإمباكت، إيش الأثر على العملة، على الاقتصاد، على التجارة البينية. هذا كل اليوم بدأوا بيحاولوا يخلصوا، باعتقادي يعني قطعوا شوط بس مش شوط كامل. وحتى لو خرجت بريطانيا بدون اتفاق، حتتم اتفاقيات شوية تكون بايلاترال، أوكي، تجارية مع دول الجوار أو غيرها. أمريكا ما حتلغي الاتفاقيات التجارية مع بريطانيا أكيد لا، ولكن حيستعملوها كنوع من الضغط. بس في نفس الوقت هم عاوزين بريطانيا كمان حلف سياسي في مواضيع أخرى، فالموضوع يعني مش 1+1=2، شوية sophisticated ونظر له ما رح يكون على المدى القصير ولكن على المدى البعيد. ولكن على المدى القصير نعم في أثر سلبي الكل بده يتحمله، ومع جائحة كورونا الامباكت صار يعني doubled على الجميع، فصعب نعم. تعرفي انه الامباكت هذا جاي من كورونا اكبر من فاتورة الطلاق اصبحت ايضا بكثير. نعم أستاذ ناصر، دعنا نتحدث يعني عن احتمالات الخروج، يعني أصبحت عديدة، وبداية كيف سيكون شكل الطلاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟ يعني لو أخذنا تأثير الخروج بدون اتفاق على الاقتصاد البريطاني والقارة العجوز، كيف تقرأ؟ إذا ما كان هناك خروج بدون اتفاق، سيكون هناك تأثير نوعا ما قوي على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لأن هناك قطاعات مهمة في بين الجانبين لم تتكيف مع آلية الخروج بدون اتفاق. على سبيل المثال موضوع صناعة السيارات، موضوع التبادلات التجارية، موضوع السياسات النقدية للجانبين. يعني البنك المركزي الأوروبي لم يضع في حساباته، أو وضع ولكن لم يستخدمها، ربما كان تأثير جائحة كورونا أكبر، لأن طوال العام الاتفاق الأول جرى في العام الماضي ونهاية العام الماضي كنا أمام فترة انتقالية لتجهيز السياسات المالية. البنك المركزي الأوروبي كان مشغول في مواجهة جائحة كورونا والتحفيز المالي وآليات أخرى. أيضا البنك المركزي البريطاني كان في نفس الأمر. ربما نرى هزة اقتصادية نوعا ما مالية بين الجانبين. أيضا النقطة الثانية المستثمرين والاستثمار. يعني الآن الاتحاد الأوروبي يرغب أو لديه آلية نوعا ما تجبره على تسهيل أو جذب الاستثمارات الخارجية إلى دول الاتحاد الأوروبي، نفس الأمر بريطانيا. الآن في ظل هذه التغييرات الكبيرة ربما أيضا نرى آليات معينة. هجرة الشركات، بريطانيا حاولت كبح هجرة الشركات خاصة من الحي المالي والشركات التكنولوجية التي اتجهت إلى هولندا وبلجيكا وفرانكفورت في ألمانيا، بدأت حاولت نوعا ما كبح هذه الشركات وإعطائها وعود نوعا ما بأنها ستستطيع العمل في ظل التغييرات بعد البريكزيت، ولكن أيضا هذا الأمر سيفشل. بالتالي ربما نكون أمام تأثيرات كبيرة على الجانبين، ولكن الجانبين استعدوا قبل ذلك أقول، ولكن جائحة كورونا نسفت كل هذه الاستعدادات. الآن أي خسارة حتى ولو كانت 10 مليار دولار لا هذا الجانب يرغب بها ولا الجانب الآخر، ولكن إذا ما كنا أمام عناد سياسي نوعا ما ربما نكون في آليات الخسارة المفرطة. ومن تاريخ الرجلين جونسون وماكرون الذين الآن هم رأسي التصعيد بين الجانبين، يبدو بأنه لا يهمهم الخسارة الاقتصادية كثيرا. أكيد، لأن جائحة كورونا تسببت يعني بأضرار جسيمة خصوصا على بريطانيا وأيضا على الاقتصاد الأوروبي وبسبب الإغلاقات. يعني أستاذ فهد، أود أن أسمع ما المتوقع للنمو للاقتصاد البريطاني برأيك في العام المقبل لو تم التوصل بدون اتفاق، كيف تتوقع ذلك؟ يعني شوف الموضوع
موضوع النمو بدنا نعزيه أول إشي لسبب أكبر، وهو موضوع جائحة كورونا. جائحة كورونا أدت إلى لوك داون. شفنا اليوم كيف بريطانيا عم تاخذ الإكستريم نتيجة الإفراط في الحالات وحالات الوفاة اللي صارت عندهم، يعني صار ترتيبها رقم 4 بالعالم، وتقريبا ضعفين إلى 3 أضعاف على حالات الوفاة الموجودة بألمانيا. فبالتالي في يعني اتهام مباشر للحكومة إنهم ما أخذوا precautions أو أسباب كبح جماح الفيروس. اليوم جائحة كورونا أثرت سلبا على الاقتصاد، الكل صار بدور على لملمة الشتات وكيف ممكن ننمو. النمو الأكيد راح يكون أقل على ما كان عليه ما قبل الجائحة. مع أي كرايسز، يمكن حكيتها في حلقة سابقة، أي كرايسز لما بنخلص منها النمو الاقتصادي بنمو بأقل من البوتنشال تبعه. فإحنا بنقول إحنا اليوم إحنا already موجودين in a depression. أوكي، وعشان ما نخربط إيش الدبريشن والريسيشن، لأنه كتير بخربطوا فيها. الدبريشن إنه الاقتصاد ما بنمو للبوتنشال تبعه، يعني بنمو بس مش للبوتنشال. طب شو البوتنشال تبعه؟ أوكي، اللي هو ما كان عليه ما قبل الجائحة. ما قبل الجائحة كان يعني نفترض الولايات المتحدة كانت 3.2% النمو average، بعد ما قبل 2008، بعد 2008 صارت 2.2%، وما بعد الجائحة كورونا حتكون أقل. فدائما الريسايكل تبع الاقتصاد بيقل على ما كان ما قبل الكرايسيس اللي واجهها. كرايسيس كورونا احنا ما خلصنا منها، ولكن الأكيد انه النمو راح يكون أقل. هذا بحطنا انه depressed economy حتكون in a few trillion pounds على مدى العشر سنوات القادمة، وحتكون long term. في عندنا مشكلة اليوم أن الاقتصاد لن ينمو بنفس النسبة اللي كان عليها ما قبل جائحة كورونا، وهنا تكمن المشكلة. هذا لأنه ينطبق على الاتحاد الأوروبي، وبالتالي الكل بحاول أنه ينمو على حساب الآخر. هنا بندخل في مشكلة تخفيض العملة مقابل عملة أخرى. عشان كده الاتحاد الأوروبي ما بده بريطانيا تطلع، لأنه حيضطروا الطرفين يلعبوا لعبة تخفيض العملات مقابل العملة الثانية لتشجيع الصادرات. بدهم إياها تضل موجودة، ومش بس تفضل، يتخلصوا من الباوند ويدخلوا على اليورو، وهذا الكلام ما حيصير في بريطانيا. كيف ستتحرك الأسواق وعطون في حالة توصل إلى اتفاق؟ الأسواق أي يعني الإمباكت على الأسواق دائما بيكون على أي خبرية كويسة. فبتلاقي المستثمرين بزودوا استثماراتهم نوعا ما، فحنلاقي الماركتس شوي طلعت إذا صار في اتفاق خروج مع اتفاق، ولكن هذا ظرفي. ليش؟ لأنه عم يحدث في حال عدم توصل الاتفاق هو سيناريو سيء بكل الأحوال. طبعاً طبعاً. سيكون له تأثيرات سلبية على الأسواق وأيضاً على الباوند. لا، على الباوند وعلى اليورو، لأنه كل دولة الآن حتصير تفرض نوع من الضرائب، لأنه هذه خلينا نقول موضوع التاكسيشن كله حنرجع نفرطه مرة تانية، ويصير في دولتين منفصلات، كل واحدة حتفرض تعرف يا منفصلة، وبالتالي أرباح الشركات حتبدأ تقل بريطانية، نفس الشيء الأوروبية. فبالتالي حنشهد انخفاض وعزف عن الاستثمار في هذه الأسواق والخروج إلى أسواق أخرى. طبعا الأسواق الأمريكية ليست بأفضل حالا، وبالتالي حتبدأ تروح شوي على الإميرجينج ماركتس، الهجرة الأمروس الأموال عليها شوي طلعت على الأسواق الناشئة أكثر منها الأسواق الأدفانس. أستاذ ناصر، دائما نتحدث عن قلنا أنه يوجد سيناريوهات متعددة وعديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هناك سيناريو متوقع لو تم التوصل إلى دون اتفاق أو خروج من دون اتفاق، مع إشارة للعمل على التوصل إلى اتفاق بعد مرحلة الانفصال. يعني أصبح هذا السيناريو الجديد ربما محتملا، يعني لا تستطيع بريطانيا بالفعل أن تخرج بدون اتفاق. يعني حتى لو خرجت الآن تريد ربما هذا حديث الأسواق الآن أن تخرج بعض الانفصال باتفاق. برأيك كيف ستتحرك الأسواق؟ يعني ماذا عن الباوند، تحركات الباوند في هذه الحالة؟ ربما نرى بعض سلبية ثم عودة للارتفاع، يعني حركة سلبية مؤقتة، أم لا تعتقد ذلك؟ فالسلبية ستطاح الأسواق عموما. يعني المستقبل البعيد لا يمكن التنبؤ به كثيرا. نحن نتحدث عن الخيارات الآن، نحن أمام إما خيار الخروج باتفاق أو الخروج بدون اتفاق أو التمديد. في حال ذهبنا إلى خروج بدون اتفاق، ستتأثر الأسواق المالية سواء كان في بريطانيا أو حتى الباوند أو في أوروبا أيضا، ولكن أوروبا نوعا ما أقل بشكل أقل لأنها تكيفت مع هذا السيناريو. بريطانيا نوعا ما
لم تتكيف بشكل كبير. الباوند سيشهد تراجعات، دعينا نقول بأن الباوند سيشهد التراجع إلى الحد السيء ثم سيتحرك بشكل إيجابي مع كل خبر جيد، يعني مع عقد اتفاق تجاري مع أمريكا سيتحرك نحو الأعلى، مع عقد اتفاق تجاري مع الصين، مع الهند، مع كل هذه الاقتصادات. ولكن أيضا يعني دعونا نقول بأن بريطانيا ستهدم كل شيء وستعود إلى البناء من جديد، لأن الأساسات التي ستتلقى هذه الصدمة غير موجودة الآن. كان الخيار أو الاعتماد الكلي بنسبة 80% على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، وأيضاً أن يضغط ترامب على الأوروبيين حتى لا يكونوا قاسين نوعاً ما مع بريطانيا، لأن الآن الأوروبيون إذا ما خرجوا بدون اتفاق سيحاولون الانتقام من بريطانيا اقتصادياً، ربما كما ذكر زميلنا بأنه لن يكون هناك مثلاً دفع نحو انهيار وهذا مستبعد، ولكن سيكون هناك دفع نحو تأثير سلبي بين الجانبين. هذا العامل أصبح مفقود الآن. إذا ما ذهبنا إلى التأجيل، التأجيل هو يعتبر خبر إيجابي في ظل الأخبار الموجودة حاليا أو التخوف لدى المستثمرين من الخروج بدون اتفاق. التأجيل سيعني بأننا سنصل إلى اتفاق في النهاية، لأنه أجلوا لآلية غرض الوصول إلى اتفاق نهائي بين الجانبين، أو أن يكون هناك خروج باتفاق، أو خروج هناك سيناريو أيضا مطروح على الطاولة وهو الخروج باتفاق يشبه كندا وليس أستراليا. أستراليا نوعا ما لا يفضله الأوروبيين الخروج كما الاتفاق التجاري بين كندا والاتحاد الأوروبي، ولكن هل سيكون الأوروبيين جاهزين لمنح كل المزايا لجونسون؟ أيضا هذه فيها حديث، يعني إذا ما طرحنا هذا الخيار على الطاولة سندخل في أسابيع مفاوضات أخرى، وأيضا سندخل في آليات نوعا ما أخبار نوعا ما تكون ما بين الإيجابية والسلبية. ولكن بالنسبة لبريطانيا بحسب كل المؤشرات الحالية نوعا ما سيكون هناك آليات صدمة اقتصادية، هذه الصدمة جونسون يحاول تأجيلها أو أن تكون نوعا ما مقيدة، أو دائما الأخبار السياسية تطغى على الاقتصادية، بمعنى أنه إذا ما صرحت الحكومة أو عملت على عقد اتفاقيات اقتصادية سريعة حتى استطاع أو نجح في الحصول على وعد ما من بايدن وإدارته نوعا ما مع الصين مع الهند، هنا سنرى تأثيرات أقل، ولكن في الوضع الحالي الوضع متأزم بالنسبة لهم. طيب أستاذ فهد، دعنا نتحدث، يعني قلنا لدينا خيارات متعددة، والخيار هو إذا تحدثنا عن تمديد الفترة الانتقالية، يعني ربما هذا الخيار سيزيد حالة التوتر وعدم اليقين كما ذكر أستاذ ناصر، يعني هناك سيكون عام 2021 حالة من الضبابية، التوتر، عدم اليقين إلى ما ستؤول به هذه الحالة. هل متوقع أن يكون هناك تمديد الفترة الانتقالية أم مستبعد هذا الأمر؟ لا، بريطانيا ما بدها تمدد، بدها تحسم الموضوع الآن، وإلا التمديد معناته إحنا بنقولها they will call their bluff، يعني إيش؟ يعني حاولت إنه تضل مهددة للوصول إلى الهاوية، بعد كده أجلوا، وبالتالي يعني الاتحاد الأوروبي they call their bluff، فهذه حتبين بشكل سلبي، حتنعكس سلبا على الأسواق باعتقادي، لأنه الأسواق بتحاول دائما تعدل على المرئيات، كونه في تمديد معناته رجعنا للضبابية مرة تانية، الضبابية بتحاول الأسواق تعدل لإلها، هذا فحنحس إنه الأسواق نزلت شوي بدها تعدل، لأنه صار في uncertainty. جونسون انكشف، يعني لأنه يعني they called his bluff، أيوة أجل، ما ضل متمسك، ما طلع بدون اتفاق، وبالتالي صار واضح 100% انه ما عنده الامكانات ولا الكلام اللي بحاول تو بيربيتويت اللي هو عم بحكيه من خلال حكومته، انه احنا جاهزين وقادرين وبناخذ، يعني انه جاهزين انه نطلع حتى بدون اتفاق، كده حيبين انه لا مش جاهز ابدا، فبالتالي هذا معناته انه في تخوف، فالاسواق دي والرياكت بشكل سلبي باعتقادي، انه حتبين انه اوكي مش جاهز، معناته كل كان يحكي كان كلام، كان والاتحاد الأوروبي دي called his bluff، فحيسعى أنه ما يكون يعني تمديد، يعني يجب اتخاذ قرار نهائي بهذا الموضوع برأيك، سيكون جاهزم وليس سيكون تمديد لحركة انتقالية، ربما يحصل بدون اتفاق ولكن بعض الانفصال، ربما يحصل بعض الاتفاقات، هذا يعني الذي تتوقعه إن كان هذا الخيار متاح. نعم. طيب أستاذ ناصر، أود أن أسمع وجهتك، هل يمكن أن يكون هناك تمديد للفترة الانتقالية، ربما يكون هذا خيار، أم تتوقع أن يكون هناك بعض الاتفاقيات لكن غير الشاملة والمحدودة جدا، هل متوقع ذلك أيضا؟
يعني خيار التمديد مستبعد في الوقت الحالي، الجانبين لا يريدون هذا الخيار، مع آلية وضعتها قالتها أورسولا فوندر لاين بأنه يمكن أن يكون هناك إجراءات سريعة أو تمديد لإجراءات سريعة بما يتعلق في النقل البري، في النقل الجوي، في آليات التبادل التجاري السريعة، يمكن أن تمدد لستة أشهر حتى يتم التوصل إلى آلية محددة. ولكن يعني هناك ثلاث قضايا خلافية بين الجانبين لا تحتاج إلى أشهر، تحتاج إلى قرار سياسي من الجانبين، تنازل أحد الطرفين أو أن يذهب الطرفين. أستاذ ناصر، يعني هناك تعنت واضح في الآراء، يعني لا يوجد أي تنازلات من كلا الطرفين، سواء من الاتحاد الأوروبي أو من بريطانيا. الاتحاد الأوروبي تنازل في أكثر من مناسبة وعدل كثيرا من قراراته، ولكن بريطانيا أو جونسون دعينا نقول تريد أكثر من ذلك، أو يريد تحقيق أكبر نصر ممكن، وهذا النصر لن يمنحه إياه الأوروبيين، وإن منحوه الآن سيعاقبونه لاحقا، لأن هناك أيضا سياسيا نقطة مهمة بأن الأوروبيين ونجحوا في ذلك أرادوا جعل من بريطانيا عبرة لكل دولة تفكر بالخروج أو الانفصال عن التكتل الأوروبي، وهناك دول كثيرة تفكر في ذلك، إذا ما كانت المجر، إيطاليا، إسبانيا، كثير من الدول لديها هذا التفكير. بالتالي بعد كل ما حدث لبريطانيا والسياسيين الذين انتهت مسيرتهم مثل تيريزا ماي وغيرها، بالتالي أصبح الآن الخيار أقل نوعا ما. القرار الآن يحتاج إلى توقيع، ليس مفاوضات طويلة الأمد، يعني بمعنى أننا لسنا أمام قضايا خلافية تحتاج إلى أشهر وأسابيع من المفاوضات، تحتاج إلى قرار سياسي. ما هو موضوع أو قرار الصيد؟ كيف سيكون هناك آليات الاحتكام الدولي للخلافات بين الجانبين أو للاحتكام فيما بينهم؟ وأيضا موضوع السوق المفتوحة، هنا يمكن أن نرى اتفاق خلال أيام وليس خلال أشهر. يعني فرنسا قادرة على أن تقوم أو تتنازل بشأن مشاكل الصيد؟ لا أعتقد ذلك، المشكلة ليست فرنسية فقط، فرنسية إسبانية وهم لن يتنازلوا بشكل كبير، ربما نصل إلى حل وسط بين الجانبين، ولكن التنازل من قبل فرنسا هذا مستبعد. طيب يعني أستاذ فهد، يعني رأيك الشخصي، يعني ما المتوقع كرأي ووجهة نظر؟ أود أن أسمع وجهة نظر أستاذ ناصر وأيضا أستاذ فهد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شكل الاتفاق من وجهة نظركما؟ أنا باعتقادي الخروج إيجابي لبريطانيا جدا، الاتحاد الأوروبي صار مثقل بمشاكل كبيرة، الفاينانشال سيستم عنده صار ركيك وهش، يمكن هذه نفرد لها حلقة نتكلم على القطاع المصرفي وقديش عنده إكسبوجر عالي جدا. الاتحاد الأوروبي والاقتصاد الأوروبي القطاع الخاص 80% قائم على اعتماده على البنوك، مش زي أمريكا، أمريكا 40%، وبالتالي اليورو عم بضعف، عملية طباعة اليوروهات عم تضعف اليورو أكثر، ألمانيا شايلة حمل وعبء عالي جدا، تليها فرنسا، بقية الدول إما ما يعني عبء صاروا، بريطانيا ما بدها تكون ضمن بوتنشال انهيار لا اليورو بشكل أو بآخر، فبدها تخرج بأسرع وقت ممكن. الاتحاد الأوروبي بطل أز أتراكتيف زي ما كانوا بتمنوا، عشان كده زي ما تفضل زميلي إنه في دول فعلا بتفكر إنه إذا بريطانيا طلعت بدهم يحاولوا يطلعوا، مع انه يعني مش هذه النيه تبعت المانيا بالتحديد، لانه المانيا بالنسبه لها هي اللي ماسكه الاتحاد الاوروبي وهي مصدر القوه الاقتصاديه والعسكريه وغيرها، فبهمهم يضل الاتحاد الاوروبي يكبر، لو زادوا فعلا يعني من عده سنوات اليوم زادوا عده دول. هل تتوقع ان دول تبدا يعني ان تطالب بالخروج يفتح المجال؟ المشكلة ليست في المطالبة، المشكلة في البرايس، في سعر الخروج، إذا بريطانيا حتكون يعني تكت هذه الخروج تبعها وهي ما دخلت 100%، يعني ما دخلت بالعملة تبعتها، ما غيرت العملة، حتكون سعر باهظ جدا، دول تانية زي اليونان زي إسبانيا ما حتتحمل فاتورة من هذا النوع، لا من قريب ولا من بعيد، بالذات إسبانيا يعني وضعها مهلهل جدا، يعني عم بتحاول تصدر تريليون ونص سندات بيربتشوال، هذه اول مره بتصير اللي ما إلها ماتشوريتي ديت، وبالتالي في عندهم مشكله ضخمه جدا، ما بيقدروا يعملوا الحركه هذه بدون المركز الاوروبي. فاسبانيا يمكن تلاقي بعض الاحزاب السياسيه نعم بدهم يخرجوا، ولكن اقتصاديا ما حيتحملوا الفاتوره هذه نهائيا، ولا كمان اليونان، إذا طلعوا حيطلعوا لإيش؟ للدراخمة، هتكون انفليشنري بشكل ضخم جدا، يعني فيعني خروجهم حتكون وثيقة وفاتهم لأي دولة حتطلع،
بريطانيا ما زالت محتفظة بالجنيه الاسترليني، وهذه كانت يعني حركة ذكية. بريطانيا تعتقد هي الخاسرة الوحيدة من خروج من خروجها من الاتحاد الأوروبي، أم الاتحاد الأوروبي أيضا يعني لكن ليس بنفس الشدة التي ستخسرها بريطانيا. الخاسر القطاع المصرفي أو المصاريف في البنوك تلعب دور مهم في بريطانيا طبيعي، بس كمان بتلعب دور مهم في الاتحاد الأوروبي. البنوك اللي موجودة في الاتحاد الأوروبي الإكسبوزر تبعها ومخاطرها أعلى جدا من المصارف اللي في بريطانيا، إسبانيا وإيطاليا وغيرها. دوتشا بانك لوحده هذا كارثة، يعني عبارة عن يعني قنبلة موقوتة مالية مصرفية في الاتحاد الأوروبي. بريطانيا حتكون الرابح الأكبر من الخروج على المدى المتوسط والبعيد. نعم. لماذا؟ قبل أن لأن لا لا لأنه حيبعدوا حالهم بأسرع وقت ممكن على الإكسبوجر والتعرض للسياسات النقدية الغير مسؤولة من المركز الأوروبي. يعني عندهم مشاكلهم هم، ما بيقدروش يتحملوا فاتورة كمان ضغط الاتحاد الأوروبي عليهم، حيصير في عندهم دبل إمباكت. They cannot sustain it. نعم. أستاذ ناصر، يعني أعتقد موضوع البريكزيت فيه حديث طويل، ولكن النقطة الأهم بأن الجانبين لم يكونوا في علاقة مفيدة لبعضهم البعض. يعني لا كانت بريطانيا مفيدة للاتحاد الأوروبي، ولا الاتحاد الأوروبي مفيد لبريطانيا، لأن بريطانيا كانت نعم داخل الاتحاد الأوروبي، ولكن في كل سياساتها السياسية والعسكرية والاقتصادية كانت تتماهى بشكل كبير أولاً مع الولايات المتحدة، ثانياً مع مصالحها الشخصية. الآن بعد هذا البريكزيت وبعد هزة كورونا وبعد كل الضربات التي تلقاها الاتحاد الأوروبي بدأ يفكر نوعا ما، وبعد وجود ترامب ورغم كل سلبيات ترامب أنا أعتبر بأنه كان ضروري جدا لتغيير الخارطة السياسية العالمية، وكنت أتمنى أن يبقى 4 سنوات أخرى حتى يهدم النظام الذي بني بعد الحرب العالمية الثانية. الآن الأوروبيين بدأوا يفكرون أولا في سياسات مستقلة على الولايات المتحدة، وخروج بريطانيا أيضا أعطى نوعا ما تحرر للأوروبيين الذين كانوا مقيدين بين الثلاثي ألمانيا فرنسا بريطانيا. الآن خرجت بريطانيا، أصبحنا أمام فرنسا وألمانيا. ألمانيا هي القاطرة الاقتصادية، فرنسا القاطرة السياسية والعسكرية، خاصة أن فرنسا باتت الدولة الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي. الآن هناك إصلاحات داخل المنظومة الأوروبية، أعتقد بأن الخاسر الأكبر سيكون بريطانيا على المدى القريب. على المدى البعيد ربما تكون كسبت أو يكون لديها نجاح أكبر، ولكن هذا سيعتمد على نجاح حكوماتها المتلاحقة في عهد جونسون. أستبعد ذلك لأن يبدو بأن سياساتها المالية أو الاقتصادية ليست ناجحة كثيرا. الآن كل دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى التحرر أو إلى أن تكون هناك أو أن تفرض تغييرات على المفوضية الأوروبية. أولى هذه التغييرات التي يجب أن تحدث هي تغيير آلية إقرار القرارات المهمة داخل المفوضية الأوروبية. لا يمكن أن تبقى بالإجماع، يجب أن تكون بالأغلبية، ورأينا مثلا دول مثل المجر وبولندا تعرقل خطة الإنقاذ الاقتصادي ب 750 مليار يورو إلى الأمس قبل يومين حتى تم إقرارها. بالتالي يعني هذه المنظومة التي بنيت الاتحاد الأوروبي لنكون واقعيين، بني ليكون الحديقة الخلفية للولايات المتحدة داخل أوروبا فقط، في كل سياساته كان مرتبط مع الولايات المتحدة. الآن سيكون هناك تحرر من الجانبين بريطانيا والولايات المتحدة ومحاولة بناء سياسات. الاتحاد الأوروبي سيخوض أعتقد 5 سنوات أو 10 سنوات من الفوضى السياسية والاقتصادية حتى يستطيع بناء نفسه من جديد. نعم. طيب وجهة نظرك بشكل سريع أستاذ ناصر قبل أن ننتقل إلى الملف الثاني، باتفاق ولا بدون اتفاق؟ أعتقد باتفاق بنسبة كبيرة، أو آليات تمديد واتفاق يشبه اتفاق كندا. نعم. مشاهدينا سوف ننتقل إلى فاصل ونعود إليكم.